احط جوه الكيس الكمية اللي هتناسبني، وببدأ امسك الكيس بتاعي واعمله كده اللي هو ان انا املى الكيس من جوه، وبلبسها في ايديا. لو هتعمليها في رجليكي مفيش مشكلة، عندك خشونة في ايديكي هتنحيها فورا، عندك خشونة في ركبك هتخليها فلة، ولا اي خشونة ولا اي حاجة هتلاقيها في جلدك، هتلاقي جلدك ناعم زي الفل. متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. اول حاجة هحتاج معايا معلقتين من ملح الطعام، تمام؟ ملح الطعام من الحاجات المطهرة والمعقمة وبتعمل سكراب خفيف، بتخلي الجلد ناعم وما بتخلوش غير خشن او فيه تشققات. وهضيف عليها معلقة مليانة صغيرة من النشا او الكورن فلاور، وهدمجهم كويس، تمام بالشكل ده. هضيف عليهم معلقة صغيرة جدا من الرز المطحون، ممكن لو انت عندك خشونة بقى شديدة قوي في ركبك، كوعك، ايدك او كف ايديكي او رجليكي، بحط معلقتين. المعلقة دي صغيرة اصلا بمقام معلقة، يعني انا كده حطيت معلقة صغيرة من الرز المطحون بس مليانة، تمام. الرز المطحون رهيب في التفتيح في النضارة، بيفتح الجلد وبيخلي الجلد مفهوش اي خشونة او تشققات، خصوصا ان احنا في الشتاء محتاجة نعومة وترطيب. هضيف بقى كمان عليها ربع معلقة من الكربونات الصوديوم، ده عشان يفور لي السواد ويفتح طبقة الجلد وكمان يشيل اي تشققات. انا هنا دمجتهم اهو كويس، تمام. هضيف بس عليها كمان معلقه من القهوه او البن، ده بيشيل التصبغات، البقع، الكلف، بيفتح وبيدي نضاره وبينور الجلد. عايزه اقول لك المكونات دي كلها لسه جافه، فهنا انا بدمجهم كويس. طبعا القهوه والنشا والرز موجود عندنا، يعني موجود في كل بيت، تمام كده. هبدا بقى ان انا اضيف عليها ميه ورد تدريجيا، يعني هاخد كده حوالي ايه، اول حاجة معلقتين، طبعا زي ما قلت لكم المعلقة اللي في ايدي صغيرة، وهدمجهم. حسيت ان انا هحتاج تاني هحط. هي كده كويسة قوي، خدت معايا معلقتين مية صغيرة دمجتهم. طبعا اقدر اعمل الكمية واشيلها في برطمان كبير واحتفظ بيها واستخدمها وقت الاستخدام. بصوا جميلة قوي. هضيف عليها اي نوع شاور جل عندنا، اي نوع سائل استحمام عندنا، وهياخد كده منها معلقة كبيرة، تمام. وهدمج ريحتها رهيبة. كمان هعصر عليها نص الليمونة، الليمون تحفة 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 تحفة. بصوا شايفين الفوم، شايفين الفوران، رهيب. بصوا اهو، تمام. انا طبعا سايباها ايه الفوران لحد ما يهدى، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. بكون محضرة معايا كيس، اي كيس سندوتشات او جلافز اللي هو الشفاف، مفيش مشكلة اي نوع جلافز، يعني كل اللي انا بعمله بجيب الكيس بتاعي وهبدأ احط جوه الكيس الكمية اللي هتناسبني، وببدأ امسك الكيس بتاعي واعمله كده اللي هو ان انا املى الكيس من جوه، وبلبسها في ايديا. لو هتعمليها في رجليكي مفيش مشكلة، عندك خشونة في ايديكي هتنحيها فورا، عندك خشونة في ركبك هتخليها فلة. بصوا حاجة كده قمر، اهم حاجة تربطيها من هنا، وبصوا مفيش ولا اي خشونة ولا اي حاجة هتلاقيها في جلدك، هتلاقي جلدك ناعم زي الفل وتحفة. اهم حاجة ان انا هسيبها على الجلد كده
لمدة ربع ساعة، واهم حاجة كل شوية افضل اعمل كده في الكيس، ولا هتلاقي تشققات ولا خشونة ولا اي حاجة، هتلاقي ايد ناعمة وصافية جدا وما فيهاش اي مشاكل ولا بقع ولا تصبغات ولا كلف ولا نمش، وهتفتح معاكي جدا. بصوا دي كده اول خطوة بعملها، تمام. هروح بقى اغسل ايديا وبعد كده هرجع اوريكم الخطوة التانية. قبل ما اغسل ايدي عايزة اوريكم شكلها وهي كانت في الشنطة. بصوا ايديا متغرقة ورا وقدام، عايزة اقول لك رهيبة رهيبة بجد، جربوها هتعجبكم. بصوا هنا معايا كريم اللي هو جونسون وكريم جليوسوليد اللي هو ده، ماشي. بصوا بقى انا هقول لكم على حركة حلوة بحب اعملها، دي بترطب معاكي ممكن تقعدي السنة كلها، جسمك وايديكي وكل حاجة مرطبة. كل اللي انا بعمله بجيب علبة فاضية، طبعا دي كانت الخلطة عاملاها هنا وخلصت معايا، فانا هعملها معاكم دلوقتي. هنا بعمل ايه؟ ببدأ ان انا احط معلقة من الكريم اللي هو جونسون، باخد معلقة كده مليانة اهي في العلبة، في اي علبة عندك بتاعتك فاضية، تمام. انا كده خدت معلقة صغيرة من كريم اللي هو جونسون، وياخد من الكريم التاني معلقة كبيرة، ده باخد منه اكتر، تمام، اللي هو كريم جليسوليت باخد منه اكتر، يعني معلقة كبيرة والتاني معلقة صغيرة، تمام. هنا انا جايبة ايه، هقلب بس كده، اخلط الكريم ده على الكريم ده، هيوفر معاكي والنتيجة هتبقى احلى وكمان هتبقى اقوى بكتير. غير كده بحط عليها اضافات تفتح جدا، ترطب جدا، تديكي نعومة ونضارة رهيبة. بصوا انا هنا دمجتهم اهو، بضيف عليها زيت الورد، بحط عليها معلقه كده، طبعا قايله لكم المعلقه دي صغيره بمقدار معلقه من بتاعه الشاي بتاعتنا العاديه، فانا حطيت معلقه من زيت الورد، هدمج، حاولي تدخلي الزيت في كل الكريم على قد ما تقدري. فهنا انا ايه هحاول ان انا اقلبهم، والزيادات ببدا ان انا اظبطها في الاخر. ريحتها تحفه، زيت الورد ده حاجه كده رهيبه، شايفين بقى عامل ازاي شكله، تمام. بضيف عليها معلقه من زيت الليمون، الزيوت دي عند العطار ورخيصة جدا مش غالية، بتجيبي بكمية اللي بتريحك، كله عايزة بخمسة جنيه بعشرة جنيه، حلوة قوي. كل واحدة طبعا هو بيديهولك بالميزان، فانت يعني بالمقدار اللي انت هتشتريه. بقى هقلب، انت الخلطة دي لو عملتيها هتدعيلي عليها طول عمرك، بترطب الكعوب الرجل، بتقعد معاكي طول الشتاء رجليكي ناعمة ما فيهاش اي مشكلة، بترطبي بيها طبعا يوميا. لو هترطبي بيها ايديكي او ركبك او كوعك او الكلام ده كله، السنة كلها هتفضل مرطبة كده وناعمة وجلدك طري، حلوة قوي، تمام كده. معلقتين صغيرين من المعلقة اللي انا بحط منها، يعني انا هحط كده ايه معلقة التانية، يعني انت من معلقه الشاي بتاعتك هتحطي معلقتين، تمام. انا حطيت اربعه لان دي صغيره، من الجريسلين، جريسلين طبعا كلنا عارفين قوه الجريسلين، فانا بحطه مع المرطب كمان، حاجه كده تحفه. بصوا الجمال، شايفين عامله ما شاء الله كميه كبيره وحلوه جدا، غير ريحتها زيت ورد على زيت ليمون، غير بقى النعومه. تعالوا نجربها. بصوا بصوا الترتيب، بصوا النعومه، بيمتص الايد بسرعه، وبصوا اللمعه، يعني عايزه اقول لك ترتيب قوي، حلوه جدا. بصوا هيفضل ايدك ورجلك وركبك وكوعك رطبة لفترة طويلة جدا. بجد عايزاكم تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم قوي قوي، هتدعوا لي بجد عليها. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير لاصحابكم، ولو اول مرة تشوفوا الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لايك وشير. باي باي.